تحياتي لكابتن ايمن وتحياتي لنجومك الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه، كابتن عادل وكابتن هاني. نور يا كابتن ناصر. نور يا كابتن. الله يخليك. مبروك نادي الاهلي في البدايه، وهارد لك لنادي ابو كير الاسمده، وان شاء الله مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي في المباريات القادمه باذن الله. قبل ما نروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن، خلينا نتكلم مجمل طاقم التحكيم الاول. هنقول ان كان موجود محمد سلامه ميدو حكم منطقه بورسعيد، كان حكم الميدان، وكان عندنا مساعد رقم واحد محمد عزازي من منطقه القاهره، واحمد شاهين من منطقه الشرقيه اللي موجود، وكان ما عندنا حكم رابع كان مجدي خاطر من منطقه القاهره. كان على الفار وائل فرحان من منطقه الاسماعيليه، ومحمد القلاوي من منطقه سوهاج. قبل ما نروح للحالات نتكلم طاقم التحكيم النهارده بشكل عام كان اداؤه ايه؟ اظن ان هم مروا بالمباراه بشكل يعني باقل من الاخطاء، وده المفروض في طاقم التحكيم ان هم النهارده عبروا، سواء كان طاقم التحكيم في الميدان او طاقم الفار النهارده عبروا باقل اخطاء تحكيميه، وهو ده المطلوب من طاقم التحكيم في اي مباراه. هنشوف يمكن هنا الفار تدخل كابتن ايمن في حالتين مهمين جدا جدا النهارده في المباراه، ولولا وجود الفار كان ممكن النهارده يحصل اخطاء تؤثر في نتيجه المباراه. فطبعا بنشكر الفار على التدخل في الحالتين اللي احنا هنشوفهم في الحالات اللي جايه، ولكن بشكل عام بنقول ان الفار مكمل لطاقم التحكيم، مش مفصولين على بعض.